يا جماعه يا جماعه صدقوني انا حاولت كتير جدا ابطل شوكولاته بس مش قادره مش قادره. اهدي يا الاء. اهلا الاء. انا اخر مره هربت فيها من المصحه قلت انا هعرف اهندل الضرب وهغير نوع الشوكولاته، بس في لحظه ضعف ما قدرتش، ضعفت، حسيت اني عايزه اسكور شوكولاته من اي هايبر. فجاه انا هربت من المصحه 3 مرات وفي كل مره كانوا بيجيبوني من قفايا. مشكلتي اني مش عايزه ابطل، مشكلتي الاكبر اني مش عارفه اهرب من المصحه. النهارده معانا حد هو مر بتجربه زي تجربتكم بالظبط، ممكن تكون ملهمه ومفيده ليه. ممكن تتفضل. انا صلاح. اهلا صلاح. وانا الاء. اهلا الاء. انا صلاح الدالي كان. اهلا صلاح الدالي. وانا الاء ابو ذكري. اهلا الاء ابو ذكري. انا مدمن شوكولاته متعافي. متعافي؟ انت مستغربه من متعافي ومدمن شوكولاته عادي؟ اهلا الاء. كان عندي تجربه حابب ان انا احكيها لكم. انا اتربيت في اسره زيها زي اي اسره، كان عندي شغف باي حاجه وكنت اجيب اخرها. انا من اوائل الناس اللي كانوا التوينكز في مصر، كنت بجيب كيس التوينكز وافتحه واقعد اكل اللي جواه لحد الحته الاخيره اللي بتبقى لازقه في الكيس دي، كنت بفضل الحسها والحسها لحد ما سموني عندنا اللحاس. اهلا اللحاس. بعد كده بقيت بهتم بحاجات اخطر، اللبان. كنت مدمن لبان، بفضل اكل في اللبان واندر واعمل واطلع فقاقيع وبلالين من بقي، وحاجه كانت صعبه جدا. اللبان السحري تفضل اكله لحد ما يحمر في بقي، وما كنتش ببقى داري بنفسي ساعتها، لحد ما سموني في الحته النداغ. اهلا النداغ. بعدين عرفت الشوكولاته، جربت الشوكولاته بكل انواعها، عشق. احب الشوكولاته كده واكلها كده زي المانجا، والاغوص الاغوص على نفسي لحد ما سموني الاغواص. اهلا الاغواص. اخويا كان مهندس، كان عندنا في البيت مهندس والاغواص. ضربت كل انواع الشوكولاته، بدات بالبسكوت اللي محشي بشوكولاته، بعدين البسكوت اللي جواه شوكولاته، لحد ما تعاطيت كل انواع الشوكولاته البيضه، الدارك، بالبندق، بالكراميل. كنت مجنون شوكولاته، كنت ممكن اعمل اي حاجه عشان اوصل لشوكولاته. فاكر ان انا اختي الصغيره كانت ماسكه مندولين، صباع مندولين كده، جريت عليها وخدت منها الصباع، فكيت الكيس وقعدت اكل اكل فيه انا مش حاسس بنفسي. وكان معايا في ايدها التانية شوكولاته جيرسي، خدت الجيرسي وقعدت اكل، انا بقول جيرسي بيستكناو بيستكناو جيرسي واكله الجو. ايام يعني كانت صعبه، وافضل اكل اكل. انا فاكر امي لما شافتني واخد الجيرسي من اختي كانت اول مره تدعي عليا، قالت لي يا رب تتخن. انا امي دعت عليا مع ان انا كنت روحها. اهلا يا روحهم. الموقف اللي كان صعب بالنسبه لي لما كنت محتاج اجيب شوكولاته ما كانش معايا فلوس، دخلت على ابني اللي عنده سنه، شديت منه البامبر، رحت بعته في الصيدلية تاني وجبت شوكولاتة. بس الحاجة اللي خلتني أبطل، يوم ما خدت شوكولاتاية ودخلت بيها الحمام ونسيت أقفل على نفسي وأنا بتعاطى، ولقيت حبيبة بنت أخويا واقفة على باب الحمام شايفاني وأنا ملغوص نفسي بتقول لي عمو أنا عايزة لحسة، وأنا كنت خلصت الكيس. هي بتقول لي عايزه لحسه وانا انا ملحوس نفسي، كان هين عليا اديها لحسه من اللي على بقي، بس مش عارف اعمل ايه. قمت جريت على ابني خدت منه البامبرز بعته وجبت الحبيبه شوكولاته. طيب انا ما اعرفش ليه كل ما تزني كنت باجري اخد البامبرز من ابني.
لحد ما واحد ابن حلال دلني على المكان هنا جيت، ومن ساعتها بطلت شوكولاته.